انت تدري الحكومه تعطي التخصيصات الماليه للوزارات بدون ما تعرف عدد موظفيها؟ الوزاره يجيها سبرايز بوكس تسوي له انبوكسنج مثل اليوتيوبرز. يا الله مرحبا مشاهدينا الكرام، لا تنسون اليوم اشتراك تفعيل الجرس. اليوم ويانا انبوكسنج ميزانيه الوزاره، ما شاء الله الخير زايد هاي السنه. هاي حصه الاخوه بالعصائب، هاي الخميس هذني للجماعه، وهاي للوكلاء والمكاتب الاقتصاديه على باب الله، وهاي شدات مال الفضائيين، و هاي الرواتب مال الموظفين. خلاص هذا هذا نعرف سبرايز بوكس ونخلي فلوس هنا. عجبتني السالفه، وما دام السالفه اتفاقات وخوانيات وتقرص وتكمكش، فايش وقت راح تنقر الموازنتين ان شاء الله؟ فيما يخص الموازنه استاذ احمد، مو احنا مرات نشوف عدم قرار موازنه هو افضل من قرار موازنه. ارجع بابا شوف السماحيه اللي عند الحكومه انه تقدر تشتغل بدون موازنه. ارجع اشتغلت سنه كامله بدون موازنه وطبينا هسه بالسنه هاي كان ربعها راح ناكل ونصها مثل الورد. وسؤال الموازنه شو نسوي بها؟ شنو السالفه؟ علي تعرف مميزات كلب العشيره شنو؟ شنو؟ كلب العشيره هو مصطفى سند. هذا سؤالك يدل على الذكاء والشجاعة سوية. ذكاء عالي جدا بفهم الموازنة، وشجاعة انه تطلع تسولف بهذا الذكاء قدام العالم. مصطفى بدون موازنة ما حد راح يعرف البلد ايش قد دخلت له فلوس وايش قد طلع من عنده فلوس وايش قد صرف وايش قد انخمط، لان الموازنة العامة انت كنت تريد تصير عضو اللجنة المالية تقول افتهم بالموازنات والفلوس. الموازنة العامة هي بيان تفصيلي يوضح لك إيراداتك ومصروفاتك وفق برنامج حكومي يوافق عليها البرلمان الممثل للشعب. والمشكلة مصطفى برلماني يعني شغلته مراقب، فمن تقول لي ما نحتاج موازنة يعني أكوليك بالموضوع. خوما ناوين تطلعون ويا الناس طلعت 2014 الموازنة التي الآن زحفت ما حد يتكلم عنها، وأيضا هناك خطورة أن تلحس. شنو السالفة؟ أكرر يعني مو صحيح أن تلحس موازنة 22 مثل ما لحست ميزانية 14، لأنه يردون يزحفوها وتصير موازنة 23 مثل ما لحست ميزانية 14. ما أعتقد أكو أي خطورة بالموضوع، بالعكس الخطورة من ماكو لحس. اصلا الموازنه من تلحس تقر وتجيك للدرب. اخي الانسان يخسر جهد ويخسر فلوس ويخسر حريته وقعداته واصدقائه حتى تقر الموازنه. النوف فوق ما الموازنه هي تطيه فلوس وما يلحس. انا اتفق وياك الزياده كان نقصان، لانك واحد ب 2014 لسانه اهالطوله لحسها كل شيء ما بقى بيها نو بقرع، بس يبقى اللحس باعتدال مهم. ولأن ماكو موازنة صار سنتين دبي ما صعد نائب. 327 عضو ما عرفوا يلزمون الموازنة خلوها تقر. بعدين نعيم العبودي دكتوراه عربي يعني دارس لسانيات أحط على الموازنة. عمي انطوها الواحد كفو يلزمها من العجز يطلعها مستقرة 2025 يشرعها تشرع يخليها تشرع كاشي يخلي التصويت يوصل للجيران. مجاورة شقيقة.